بس قناة الفرعين دي فيها العامل وفيها السواق وفيها الفراش وفيها 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 المدارس. المدارس هتفتح بعد اسبوع ولا 10 ايام. ايه ادرانا ان العامل ده ما عندوش عيال عايز يجيب لهم كتب يقعدوا من المدرسة؟ نزود جهل اكتر. انا عايز عدل. ايه اذبح توفيق لو اخطا. بس يا اخي ما تقفلش قناه يا اخي فيها عمال. ذنب الناس دي يا اخي؟ هي الناس دي كانت بتقعد معاها وماسكه العامل يا اخي. خده على جنب كده واعمل فيه اللي انت عايزه بالقانون. بس ما تقفلوش قناه. عايز تقفل القناه؟ انت بتقول ان القناه بتجرح و طب هو على قناه الحافظ شوفهم بيجرحوا ولا بيقولوا ايه ولا ايه؟ قناه الراس دي ايه مصيرها؟ القناه اللي بتشتم دي ايه مصيرها؟ القناه دي ايه مصيرها؟ ريحونا يا جماعه، يا جماعه اعملوا قانون عدل ويمشي على الكل. انا يقفل قنوات الراس دي تولع ده فسق. قنوات الراس دي فسق تولع. بس يا جماعه حطوا لنا قانون ومشوا العدل قبل ما تقفل قناه الراس اللي بتسيء. اقفل القناه الاسلاميه اللي بتعمل فتن. الرقاصه مش هتعمل فتن. لو كده انسى. الاخوان هيحطوا قانون بتاعهم بس. بلدنا مش هتتقدم وبلدنا لا سمح الله يا رب ما يحصل عليه العواقب.